لك انه الشغله مالك فيها لا تحشر حالك فيها. ما حكيت شيء يا بي، ما حكيت شيء، بس ليك فصل اليوم يعني اللي عمله واحد مستوطي حيطنا ومو شايف حدا قدامه. لك شو مفكر الشغله شوربا؟ مثل ما بيقولوا لك يا بي، ما صرنا بالقصر من امبارح العصر، يعني هي دوب دفي تحتنا، وبدك ياني هيك فجأة صير زعيم الحارة. الزعامة بدها ترتيب وطبخ وتكتيك، ما بتصير شلون ما كان. هيك معك حق يا بي، معك حق، بس والله بكل حارة الضبع ما شفت واحد فيها خرج يكون زعيم وما لعقيد. بعدين انت قدر واحد يا بي، وانت ما نك غريب على الحارة، انت ابن الحارة، صحيح طلعنا منها بس ليكنا رجعنا له والحمد لله. الله يرضى عليك، بكفيني نق امك بالبيت، ها لا تزيد على راسي. يلا درمل على شغلك يا بي، يلا امرك يا بي امرك.